السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحالة دي شايفين مهجان في بقها في مخاط، لو جينا بصينا كده مع بعض مخاط. طب المخاط ده احنا بنتعامل معاه ازاي؟ اولا بننظف البق لو حواليه حاجه، هي كان حواليها ريشه لازقه على بقها وفيها كده زي كده ايه ريم لازق بسبب الريشه، هنكمل نظافه ننظفه ونبتدي ان احنا نديلها دوكسي حبايه او دوكسي مايسن حبايه في بقها مباشر لمده 4 ايام، او ممكن نفضي كبسوله على الميه ونشربها على عطش برضو مفيش مشكله. هنبتدي ان احنا نشوف رقم الدبلة برضو عشان نتابع مع بعض. رقم الدبلة 3، رقم 3 اهي. هي شابة ما شاء الله عليها، شابة افريكان، خلاص بتخلص ريش بس ايه بتنهج و بتطلع صوت، وفي بقها او في حلق زورها بلغم حجمها صغير برضو اهو، عشان في ناس هتقول لك الكبسولة كتير، لا مش كتير عليها. الفم يعني هي ما شاء الله صحتها مش وحشة، بس اهي سامعين وفي في حلقها بلغم. اول ما بشوف البلغم دماغي بتجري على الدوكسي، هو ده دوكسي مايسن. هديها كبسولة لمدة 4 ايام مباشر في ده اليوم التاني هي في ريشة على بقها، اصفر ده وساخة بس مش اكتر ما شاء الله. في تحسن ولا لا؟ طبعا في تحسن، دي ما شاء الله عليها من افضل الشباب النتي في الافريكان عندي ما شاء الله. حجمها يعني مش هقول لكم قد ايه، حاجه صغيره جدا. طبعا هنكمل الجرعة بتاعتها كاملة النهاردة، هنديها بكرة وبعد، يبقى كده خدت 4 ايام، من 4 ايام لخمس ايام يعني، مش يو بس مش اقل من 4 ايام ان شاء الله. مفيش نهجان خالص زي ما كنا شايفين امبارح، وهي هي رقم التبلة. خليك واقفة اهي، رقم 3. ما شاء الله عليها كده، ده اليوم الرابع ادينا لها زي ما احنا اتفقنا كده ايه 4 ايام دوكسي مايسن كبسولة اهي، مفيش صوت اتنقر فيا ان شاء الله عليها ايه اهي رقم 3. طيب لو كان في دمعه في العين، يعني احنا بنتكلم الدوكسي علشان البلغم اللي بيكون في حلق البق، طيب لو كان في دمعه في العين او كان في رشح في المناخير زي ما احنا قلنا برضو ممكن نستخدم اللينكوسبكتين، سواء تجبن في العين او برد في العين او تجميع. بص اهو ما شاء الله مناخيرها نظيفة.